بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن طريقة حرق ويندوز 10 على الفلاش ميموري بطريقة سليمة 100% إن شاء الله. في البداية سوف تحتاج إلى ملف الايزو لويندوز 10 طبعا، وتستطيع الحصول عليه من موقع مايكروسوفت. بعد ذلك سوف تحتاج الى احد هذين البرنامجين، سوف نشرح كل واحد منهما ان شاء الله. الأول هذا سوف أضع لكم طبعا الروابط أسفل الفيديو إن شاء الله. هذا البرنامج هو مدفوع، تقوم بشرائه من موقع شركته هذه. طبعا في البداية تحمل البرنامج المتوافق مع نظامك، هل هو 32 بت أو 64 بت، ثم تتجه إلى شراء السيريال من نفس الموقع، تدفع لهم عن طريق بيبال. لا أتصور أن هناك شخص لا يمتلك بيبال، أو عن طريق بطاقات الائتمانية. طبعا سعر النسخة 29.95 دولار، أو تستخدم 30 يوم المجانية في هذا البرنامج. طبعا إذا قمت بالشراء سوف يصل إليك السيريال على بريدك الإلكتروني. أو طبعا بعد تحميل البرنامج هذا تقوم بتثبيته، ثم تقوم بشراء السيريال من عندهم، أو استخدام نسخة مجانية. أو هذا البرنامج المجاني حقيقة، والذي يبلغ حجمه فقط 911 كيلو بايت، يعني أقل من ميجا ولا يحتاج إلى تثبيت، تقوم بالضغط هنا فيتحمل معك فقط فيعمل البرنامج. طيب الآن نتجه إلى البرامج نفسها. البرنامج المدفوع تقوم بفتحه، ثم طبعا إذا فتحت لن تجده باللغة العربية، بل سوف تجده باللغة الإنجليزية بهذا الشكل. أنت تأتي إلى هذا الخيار، ثم Language، ثم تختار اللغة العربية. ولحرق الويندوز على الفلاش ميموري ينبغي أن تكون الفلاش ميموري لديك على الجهاز وفارغة، لا يوجد بها شيء. طبعا يجب أن يكون مساحة الفلاش كبيرة نوعا ما، يعني اختار 8 جيجا، مقبولة إن شاء الله. بعد ذلك تأتي إلى أدوات، ثم إلى إنشاء محرك USB قابل للإقلاع، تضغط على موافق، ثم هنا تختار الملف الخاص بالويندوز 10، ملف الايزو ISO، ثم تقوم باختيار الفلاش. طبعا هو تلقائيا وضعها لي، هذا هو الفلاش ميموري، ثم تضغط على ابدأ فيتم حرق ويندوز 10 على الفلاش ميموري. طبعا اذا فقط ابدأ تضغط موافق، والان جاري حرق ويندوز 10 على الفلاش ميموري. ناتي الان الى البرنامج الآخر. طبعا أنا سوف أنتظر هذا البرنامج أن ينتهي من الحرق،
ثم سوف أقوم بإفراغ الفلاش، أو أريكم قبل أن أقوم بالإفراغ، ثم أقوم بحرقه عن طريق البرنامج الآخر. سوف أقطع الآن التسجيل ثم أعود لكم إن شاء الله. طيب، بعد أن يكمل برنامج الحرق على الفلاش ميموري تخرج لنا هذه الرسالة. نضغط على موافق ثم نضغط على إغلاق. نأتي الآن للفلاشة ونراها أصبحت بهذا الشكل. طيب، الآن سوف نفرقها لتجربة البرنامج الآخر. سوف أفرقها ثم نعود إن شاء الله. عدنا لكم من جديد. طبعا أفرقنا الفلاشة كما ترون من جديد. الآن سوف نشرح البرنامج الآخر، وهو هذا. كما ذكرنا هذا البرنامج مجاني ولا يحتاج إلى تثبيت، فقد نضغط عليه مرتين سوف يعمل معنا. طبعا يجب أن تكون الفلاش موجودة في الجهاز، أي مركبة في الجهاز. بعد ذلك هنا نختار الفلاشة. طبعا هو تلقائيا قد وضع لي الفلاشة، ها هي. ومن هنا نختار ملف ال ISO للويندوز. بعد ذلك نضغط على ابدأ ثم نضغط على عذرا. كما تعلمون قد علق الجهاز ثم ضغطنا على اقلاق فاقلق لي برنامج كامتازيا ستوديو للتصوير، لكن على العموم ان شاء الله سوف نضبط هذا الفيديو ومن خلال القص والتضبيط ان شاء الله. على العموم بعد ان يخلص البرنامج من حرق، او ينتهي البرنامج من حرق الويندوز على الفلاش ميموري، تضغط على اغلاق ثم سوف ترى الفلاش بهذا الشكل. بهذا يكون الفلاش جاهزا للاقلاع وتثبيت الويندوز 10 من خلال الفلاش ميموري بدل الدي في دي. طبعا البعض قد يقول طيب انا عندي فلاشة واحدة وأخذت محتوياتها وحفظتها في مكان آخر وحرقت عليها الويندوز 10، الآن أريد أن أرجع الفلاشة كما كانت، فما هي الطريقة؟ بسيطة جدا، تأتي إلى الفلاشة تضغط يمين الفأرة تختار تهيئة ثم تختار على ابدأ ثم تضغط على موافق، تنتظر قليلا وأن تضغط موافق قد اكتملت التهيئة. أيضا تضغط على استعادة افتراضيات الجهاز. هنا أيضا تستطيع أن تعيد حتى التسمية السابقة، التسمية الأصلية للفلاش أو أي تسمية تريدها، تضعها ثم تضغط على ابدأ، تضغط على موافق، تنتظر قليلا، تضغط على موافق، تضغط على استعادة افتراضيات الجهاز ثم تضغط على اغلاق. وبهذا يكون قد عادت لك الفلاشة كما كانت و فاضية ما فيها أي شيء. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم بعض الفائدة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.